فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا حل موعد سداد الدين ولم يسدد المدين وكان الرهن أرضا فهل للدائن أن يأخذ من الأرض ما يعادل دينه؟ المرتهن ما هو بالدائن، ما هو بالراهن. نعم. فهل للمرتهن أن يأخذ من الأرض ما يعادل دينه؟ ما يأخذ، هو ما يصادر الأرض عن صاحبها، لا كلها ولا بعضها، ما يصادر، لكن يباع، تباع الأرض يسدد من ثمنها، وإذا بقي شيء فهو لصاحبه. واللي يتولى هذا هو الحاكم عند النزاع. نعم.